يعني ظبط الصورة عندك يا أستاذ محمد؟ تمام يا باشا. ولا أنت الأستاذ أحمد؟ أحمد. أنا في مشوار على فكرة، واقعد مع جماعة أصحابي في كافيه، فالمهم جالي خبر ما ينفعش أنتظر تعيين الكابتن أيمن حافظ، أو هناك نية بتعيين أيمن حافظ مدير إداري للمنتخب القومي. طبعا في حاجات ما ينفعش تنتظر بسبب لان مصر اعلى من كل الناس دي. يعني انتوا جايبين ايمن حافظ على كان خاطر ينقل الاخبار لمرتضى منصور؟ يعني عايز افهم، يعني لو اتعين ايمن حافظ ولا عشان قعده السمك اللي كل يوم اللي بينه وما بين الكابتن حسام البدري؟ يعني فهمونا، يعني السمك بتاع كل ليله من اول ما ايمن حافظ عرف ان حسام البدري مرشح بيلعب عليه من تومان، ولا مرتضى منصور قال لكم خدوا ايمن حافظ على كان خاطر يودي كل الاخبار لمرتضى منصور؟ فهمونا بس يا جماعه، حرام عليكم. فرحنا انكم جبتوا مدير فني زي حسام البدري كويس، وقلنا ماشي ندعمه. ليه بتتعمدوا تجيبوا شويه تراب وترموهم على الاكل؟ ليه بتتعمدوا تعملوا احباط للشعب المصري؟ ليه بتتعمدوا انكم تقرفوا الناس؟ انتوا يعني واخدين دكتوراه من اعرق الجامعات في العالم في النكد على المصريين. ايمن حافظ مين؟ يعني اتكلم، يعني الكابتن ايمن حافظ اولا تربطني بيه علاقه كانت قويه ومحترمه. ولكن انا اللي عايز افهمه حاجه، مصر اعلى من ان انا جامل حد. يعني انت ايمن حافظ مين اللي انت بتجيبه؟ يعني اولا ليه 4 سنين شغال، يعني كل حاجه عملها المرتضى منصور. وبعد كده بقت بجهاز المنتخب عن الشبهات يا اخي. واخر حاجه معينه لما ما لقوش مكان في فرقه الكوره، وامير اعترض عليه ولده امير مرتضى، راح معينه مدير اداري الفرق بتاعت الالعاب الاخرى في نادي الزمالك. بس هو عشان ذكي بيلعب مان تو مان على حسام البدري من اول حسام البدري ما جاء اسمه انه مرشح، عشان لو جاء حسام يجيبه معاه. والكابتن حسام طبعا بيحب النوعيه المطيعه اللي تبان لتعطيك من طرف اللسان حلاوه وتذوق منك كما يذوق الثعلبون. انا بس في دقايق مش عايز اتكلم كتير، وشكرا لكل تعليقاتكم، لان انا عندي شغل وعندي ارتباطات. بلاش تعملوا احباط للناس. احنا فرحنا انكم بعتوا ايهاب جلال. بتجيبوا خازوق ليه في الجهاز ده؟ بتجيبوا ليه خازوق؟ انا بس اللهم قد بلغت اللهم بشهد اختيار زي الزفت ايمن حافظ، مع كل الاحترام والتقدير لايمن حافظ. وحضراتكم انا ما بجاملش حد، ومصر فوق اي مجامله. واللهم قد بلغت اللهم بشهد، ويبقى ايمن حافظ يودي الاخبار لمرتضى منصور كل يوم ويطمنوا على مصر قبل ما ينام، ويقول له من نام ومن قعد ومن عمل، ولما تتخرب الدنيا وبقول له عبد الناصر قال. يلا، سلام عليكم ورحمه الله وبركاته.